أخبار اليوم. دكتور وليد سيف، بنرحب بحضرتك ببوابة أخبار اليوم. عايزين نعرف أهم ملامح الاختيار كانت بناء على إيه؟ أهم ملامح من الواضح أن الجوائز بها قدر كبير من الزهاء والموضوعية. شباب بيتقدم بعض، معظمهم لا نعرف عنه شيء، يعني ليس له وجود على الساحة الإعلامية. أهمية المسابقة دي أنها بتلقي الضوء على شبابنا، بتدي فرصة للمبدعين أن هم يظهروا. أنا سعيد بكل سنة الحقيقة جائزة ساويرس بتقدم لنا للساحة الثقافية والفنية والإبداعية مجموعة من شباب المبدعين. أنا كسينمائي الحقيقة أعتقد أن جائزة ساويرس دعمت أعمال سينمائية كثيرة جدا، منها رسائل البحر وواحد صفر، ودي من الأفلام التي نعتز بها كثيرا. أنا الحقيقة سعيد بالحفل، ولكن لم يعكر صفو هذا الحفل سوى ما قالته المذيعة الحفل عن أن هذه هي الجائزة الوحيدة التي لا تتدخل فيها أجهزة الأمن. دي إهانة لكل مهرجانات مصر ولكل الجمعيات الأهلية في مصر ولكل المؤسسات الثقافية الحكومية والغير حكومية ولكل أعضاء لجان التحكيم. هذا كلام لا يجوز. أنا كرئيس قسم النقد السينمائي والتلفزيوني لا أسمح ولم أسمح عبر تاريخي كله كعضو لجنة التحكيم أو عبر تواجدي في أي مسابقة بأن يتدخل أي أحد في قرارات اللجنة. أنا كرئيس سابق لمهرجان أسكندرية لم أسمح لأي شخص بأن يتدخل، والحقيقة إذا كنا نريد أن نحيي هذا المكان وأن نعبر عن تقديرنا له، ولكن هذا لا يعني أن نحتقر الآخرين وأن نتهم الآخرين. كنت أتمنى أن الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة يرد على هذا الكلام، لأن هذا الكلام في إدانة لوزارة الثقافة اللي أنا أعلم جيدا أنها تبذل جهدا كبيرا لكي تعيد الثقافة إلى مكانتها رغم الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها. حضرتك شايف إيه الدافع وراء؟ أنا شايف أنه حماس زائد، شايف أنه مذيعة يعني بتتصرف بقدر من التلقائية الزائدة، ولكن للتلقائية حدود وللحماس حدود. بشكر حضرتك جدا وبشكرك. ميرسي يا فندم، شكرا.